السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم إخوين حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية ملكة النحل. سنتحدث في هذا الفيديو عن مجمل ملكة النحل، ويتطرق إليها الأستاذ الفاضل الأستاذ رشدي زريقي من فلسطين، وحديثنا حول ملكة الطوارئ وملكات الإحلال وملكات التطريد. ملكات النحل، أيها أفضل وأيها أسوأ، وكيف نميز بين هذا وذاك؟ في هذا الفيديو سيكون الحديث بشكل مفصل لملكات الطوارئ وملكات الإحلال، وسيكون لنا فيديو آخر لملكات التطريد، فكونوا معنا. إخواني الكرام، هناك أربع أصناف من الملكات يمكن تصنيفها حسب طريقة الإنتاج. ما بدي أحكي عن سلالات، بدي أحكي عن الملكة كيف أنتجت هذه الملكة. فهناك عندنا أربع أصناف من الملكات. الصنف الأول اللي هي ملكات الطوارئ، الصنف الثاني ملكات الإحلال، الصنف الثالث ملكات التطريد، والصنف الرابع وهو ملكات التطعيم. بالنسبة للصنف الأول وهو ملكات الطوارئ، ولماذا سميت طوارئ؟ سميت طوارئ ناتج عن موت الملكة بشكل طارئ، بشكل مفاجئ. فجأة النحل لم يجد الملكة في داخل الخلية، سواء يعني تم قتلها أثناء عملية الكشف، يعني النحال هرسها وهو لم ينتبه، ربما الملكة هذا سقطت على الأرض أثناء عملية الكشف ولم تستطيع العودة. يعني باختصار ظرف طارئ طرأ على النحل، وجد نفسه ما في عنده ملكة. هنا النحل سيسارع بإيجاد ملكة لتقود هذه الطائفة، وحتى يكون يكسب النحل وقت أكثر، فأحيانا بيقوم ببناء ملكات على يرقات عمرها 3 أيام أو يومين أو يوم. هذه الملكات التي تربى من عمر أكثر من 24 ساعة هي بتكون ملكات رضيئة. لماذا؟ لأن هذه اليرقات لم تتناول الغذاء الملكي الخاص بالملكة، وبالتالي هي تغذت ربما 30 ساعة، ربما 36 ساعة، ربما 48 ساعة على غذاء ملكي خاص بالشغالات، وهذا سيؤثر عليها مستقبلا وعلى جودتها ومقدرتها على وضع البيض وكثير من الأمور. لذلك ملكات الطوارئ نحن نعتبرها يعني هي من أسوأ الملكات. وهذه الطريقة التي يلجأ إليها للأسف الكثير من النحالين عندما يريد إنتاج ملكات، يقوم بتيتيم الخلية ويسمح للنحل بإنتاج ملكات على يرقات هي موجودة أصلا في الخلية، أو ربما يقدم لها إطار في يرقات صغيرة، وبالتالي هذه الملكات الناتجة بهذا الشكل تكون رديئة ولا يعول عليها ولا ينصح بتربيتها. النوع الآخر من الملكات وهي ملكات الإحلال، وتسمى ملكات الإحلال أو ملكات الاستبدال. عندما يرى النحل أن الملك الموجود عنده كبرت في السن أو مريضة أو ضعيفة أو بيضها قليل، صار فيها تشوه ما، ولا تستطيع هذه الملكة مجاراة احتياجات الخلية، فيقوم النحل ببناء بيت ملكي، والملكة تضع فيه بيضة، ربما يبني بيت أو بيتين أو 3 بيوت ملكية، يعني كحد أقصى في الخلية ربما تجد 5 بيوت ملكية اللي هي بتكون في أثناء عملية الإحلال. وهذه البيوت الملكية عادة تكون موجودة في منتصف الإطارات، وتكون على الغالب على إطار واحد، إما من وجه واحد أو من الوجهين، لكن مواصفاتها إنه هذه عددها قليل،
بينما بملكات الطوارئ ربما يصل عددها إلى 20 أو أكثر. من ميزة هذه الملكات أن هذه الملكات تربى من ملكة من عمر ساعة، يعني من أول ما تفقس هذه البيضة في داخل البيت الملكي أو الكأس الملكي يتم اعتمادها كملكة، وعندما تفقس هذه الملكة يبدأ النحل بتقديم الغذاء الملكي الخاص بالشغالات، فيغذيها غذاء خاص بالشغالات من الساعة الأولى. لكن يعني هذه الملكات ربما نقول أنها أفضل بكثير من ملكات الإحلال، لأن عمرها اليرقي صغير جدا، فهي تغذت على غذاء ملكي خاص من الساعة الأولى لعملية فقسها، وعدد البيوت الملكية بيكون في الخلية قليل، مما يتيح لهذه البيوت الملكية أن تحصل على كميات كبيرة من الغذاء الملكي، وبالتالي هذه من ناحية صحية قد تكون صحتها أفضل بكثير من الملكات الطوارئ، وتكون يعني جهازها التناسلي قوي وعدد فروعها المبيضية قوية. ولكن هذه الملكات لها سيئة واحدة، أنه هي ربما تكون من ملكة مريضة، فإذا كانت من ملكة مريضة راح يعني ما بنقدر نعتمدها. المفروض انه احنا نعتمد الخلايا اللي بدنا ننتج منها ملكات، ان نعتمد الملكات السليمة التي لم تتعرض مسبقا الى اي مرض او اي نوع من انواع الامراض، سواء امراض حضانية او امراض نحل بالغ. بدنا سجلها الطبي يكون نقي جدا. قد تكون هذه الملكة مشوهة، قد تكون هذه الملكة عجوز كذلك. إذا كانت الملكة عجوز يعني دائما لا ينصح بتربية أبناء العجوز، حتى مش يعني ليس فقط في النحل، وكذلك الأمر هذا ينسحب على حيوانات المزرعة أو على الدواجن، إنه الأم العجوز لا ينصح بتربية بناتها أو أبنائها كأساس، وخصوصا الذكور منها، لأنه ما بتعطي الصفات، يعني جسمها بيكون ضعيف، وبالتالي ما بتقدر تنقل الصفات اللي هي بتكون أصلا حاملتها. ولكن يعني يعني من حيث إنه ممكن إن نعتمد هذه الملكات كملكات ونربيها، نعم ممكن، يعني ممكن يعني تخدمنا بشكل جيد وتكون ملكات ممتازة. إذا كانت الأم لها صفات ممتازة فممكن أنها نعتمدها كملكات في مناحلنا، ولكن يجب أن تبقى هذه الملكات تحت المراقبة المستمرة. نشوف مثلا إذا أخذنا من عملية الاستبدال هذه أو الإحلال، إذا أخذنا مثلا ملكتين أو ثلاثة ممكن نراقبهم مراقبة تامة، حتى نشوف هل هذه الملكات نشيطة في وضع البيض، هل هذه الملكات مقاومة للأمراض، هل هي جماعة للعسل، هل هي بناءة للشمع، هل هو يعني يعني في عندها خاصية الهدوء. كل هذه الأمور بدنا نحطها تحت المراقبة، فإذا كانت هذه الملكات يعني كل صفاتها جيدة ممكن أن نعتمدها، ولكن إذا ظهر فيها هذه الملكات عيوب نقوم باستبدالها. نأتي إخواننا الكرام إلى ملكات التطريد، وهذا هو يمكن الجزء اللي بهم العدد الأكبر من النحالين واللي بيعتمدوا عليها كثيرا. هنا يعني شرحنا في بداية في التسجيلات السابقة عن مساوئ التطريد في الخلايا، وأنه التطريد هو سلوك يعني من ناحية اقتصادية غير يعني غير مناسب للنحال، يضعف الإنتاجية، ولكن بالنسبة للنحل هو بيكون يعني قسم نفسه أو عمل مستعمرات جديدة أو عمل خلايا جديدة وطوائف جديدة.